بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي نور على الدرب. وأسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها في هذه الحلقة سوف نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فيسرنا أن نرحب به أيضا وأن نعرض عليه أولى الرسائل والتي وردتنا من المستمع محمد سعود المطيري من قرية وثيلان. يقول: كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد، ولكنه لم يصمهما وقد أجلهما وإلى الآن لم يصم، ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه، فكيف العمل في هذه الحالة؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله؟ وهل نصوم عنه؟ وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة. نعم. التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين، هل هي كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطئ في رمضان؟ فإن كانت كفارة قتل فإنه لا يجزئ فيها الإطعام، ولا بد من الصيام مهما أمكن، فإذا لم يمكن فإنه لا يجزئ إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ليس فيها إلا هذان الأمران: أولا الاعتاق، نعم، إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث فيها. وأما إن كانت كفارة غير القتل، لأن كانت كفارة ظهار أو وطئ في نهار رمضان مثلا، نعم، فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة: أولا عتق الرقبة إذا أمكن، ثانيا إذا لم يمكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ثالثا إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم. فهذه الكفارة التي وجبت على والدكم لا ندري من أي هذه الأنواع، وقد أجبنا على كلا الاحتمالين، مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير، لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة التي ذكرتها عن أبيك بكونه أخر الصيام من غير عذر، ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته. نعم. بالنسبة للصيام عنه، هل يجزي على أي حالة من الحالات؟ لا يجزي الصيام عنه، لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة، لا تدخله النيابة. ما وجب بأصل الشرع من الصيام فإنه لا يصام أحد، لا يصوم أحد عن أحد على الصحيح، لأنه لا تدخله النيابة، لأنه عمل بدني. يعني لو فرض أنه مات قبل أن يكفر، قبل أن يعمل شيئا، فلا يمكن مثلا أن إلا الاعتاق. نعم. يمكن أن يعتق عنه من ماله، من ماله هو إذا أمكن. نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع البدوي محي الدين محمد، سوداني مقيم بخليص، يقول: ما معنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وهل معنى هذا أن غير العلماء لا يخشون الله؟ وأي العلماء المقصودون في الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر آياته الكونية المخلوقات وتنوع
ألوانها، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. المراد بالعلماء هنا أهل العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى وبآياته وقدرته ونعمته على عباده. فأهل العلم بالله هم الذين يخشونه حق خشيته، وهذه من جملة الآيات التي فيها مدح العلماء والثناء عليهم، لأنهم هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته إذا كانوا يعملون بعلمهم ويؤدون حقه عليهم، بخلاف علماء الضلال فإنهم ليسوا كذلك كعلماء اليهود ومن نحى نحوهم من علماء الضلال. إنما المراد هنا العلماء العاملون بعلمهم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم أهل خشيته، كما أنه ذكر شهادته مع شهادته بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والنصوص في هذا كثيرة، هذه الآية من جملتها. وأما غير أهل العلم فمنهم من يخشى الله على قدر معرفته بالله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس خشية لله وأعظمهم خشية لله هم أهل العلم. نعم. العلم المقصود به هنا أي علم؟ العلم الشرعي النبوي. العلم الشرعي. نعم. السؤال الثاني أيضا عن معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهل هؤلاء الراسخون في العلم هم في زمن نزول القرآن أم هم موجودون إلى قيام الساعة، أم أن علم التأويل مقتصر على الله تعالى وحده وقوله والراسخون في العلم بداية آية جديدة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. في موضع الوقوف، هل هو على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة مستأنفة، أو أن الراسخين في العلم معطوفون على لفظ الجلالة ولا يتعين الوقف على لفظ الجلالة؟ وهذا يرجع إلى تفسير التأويل، معنى التأويل، هذا يرجع إلى معنى التأويل والمراد به. فإن كان المراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى فإنه يصح العطف على لفظ الجلالة. نعم. فتقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى أن الراسخين في العلم يعرفون معاني التأويل المتشابه. نعم. ويفسرونه بأن يحملوه على المحكم ويردوه إلى المحكم. وإن أريد بالتأويل هنا مآل الشيء وكيفيته، مريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء وكيفيته التي هو عليها من الأمور التي أخبر الله عنها من المغيبات، فهذا لا يعلمه إلا الله ويتعين الوقف على لفظ الجلالة. فتقرأ الآية وما يعلم تأويله، يعني الحقيقة التي يؤول إليها والكيفية التي هو عليها مما أخبر الله تعالى عنه في كتابه من الأمور المغيبة كذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما في الدار الآخرة من النعيم والعذاب غير ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من المستمع عبد الملك عبد الرحمن من الصومال، يقول إنه شاب مسلم يحمل مؤهلا جامعيا في الهندسة، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل، ولكنه لم يفلح في ذلك، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر وفي مثل تخصصه ذلك ويفضلون على غيرهم من المسلمين، فرأى أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مسمى الديانة في جواز سفره، وفعلا سافر إلى إحدى البلاد الإفريقية وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية ووجد القبول والحصول على وظيفة، ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام ويفخر به دينا، لذلك فهو يسأل ما حكم عمله هذا وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة؟ أولا يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يتنازل عنه لأي ظرف من الظروف، لأن الدين هو رأس المال وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الإنسان من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. يجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن، وما فعلته
في سؤالك في ما وما فعلته فيما ذكرت من السؤال من أنك ذهبت وغيرت مسمى الديانة إلى ديانة غير الإسلام لتحصل على عمل، هذا شيء خطير ويعتبر ردة عن دين الإسلام، لأنك فعلت هذا وتظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام، والمسلم لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يتمسك بدينه وأن يعتز بدينه وأن لا يتنازل عنه طمعا من أطماع الدنيا. الله سبحانه وتعالى لم يستثني في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر إلا في حالة الإكراه الملجي، كما في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تعذر به. نعم. فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية الصحيحة في ورقة عملك، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والعزم أن لا تعود لمثل هذا الشيء، لعل الله أن يتوب علينا وعليك. ثم على الجهات المسؤولة من المسلمين وحكومات المسلمين ألا يحرج المسلمين إلى هذا الحد، بحيث إنهم يقدمون أهل الديانات الكافرة على المسلمين في توظيفهم في الأعمال وتوليتهم الأعمال، لأن هذا ربما يكون دسيسة من أعداء المسلمين ليصرفوا الناس عن دينهم ويصرفوا الجهال عن دينهم كما حصل لهذا السائل. فالواجب على الجهات المسلمة والحكومات الإسلامية أن تتنبه لهذا وأن لا تحرج المسلمين إلى مثل هذه الحالة التي وقع فيها هذا الإنسان، وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. ما كسبه من الرواتب أو من المال بهذه الطريقة؟ هذا كسب حرام. نعم. لأنه أخذه بطريقة وحيلة محرمة، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الشيء. نعم. هذه رسالة من الأخت منى عبد الحميد من الأردن الزرقاء. السؤال الأول في رسالتها تقول: ما حكم سباب وشتم الميت، وهل ذلك يؤذيه أو له تأثير عليه؟ ورد النهي عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما عملوا، فلا يجوز سب الأموات إلا إذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية، كأن يكون هذا الميت من علماء الضلال أو له آثار سيئة، فإنه يجب تنبيه المسلمين عن آثاره وضلاله ليحذروا من ذلك. أما ذكره مجرد غيبة ومجرد سباب لا مصلحة من وراء ذلك إنه لا يجوز. نعم. السؤال الثاني تقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟ يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم، لأنها تتصرف في مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه، فلا بأس بذلك. أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل. نعم. إذا كان زوجها لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها أنه لا يمنع من ذلك فلا مانع، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله. حتى لو كان موسرا؟ ولو كان موسرا، إذا كان منعها من ذلك ولم يأذن لها فإنها لا تتصدق من ماله. أما إذا كان أذن لها أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك وأنه يرغب هذا الشيء، فإنها تتصدق من ماله بما جرت العادة به. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع بدر الناصر المشرع من اليمن الشمالي مقيم بجدة، يقول: كان لي أخت متزوجة ولها طفلان، وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت مرضا شديدا، وهي في آخر شهر من عدتها توفيت وعليها ديون كثيرة،
للأطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم، وليس لها سوى أرض لا تغطي كل ما عليها من ديون، فلا تفي إلا بالثلثين فقط. وقد أوصت قبل موتها بأن يحج عنها، وأوصت بأن يصلى عنها لمدة 3 سنوات ويصام عنها 3 أشهر، وبأن يذبح لها بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء، علما أن لها 4 إخوة أشقاء وأختين. فما الحكم أولا في سداد ما عليها من دين على من يكون قضاؤه؟ وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها وماذا لا يلزمنا؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. أما قضية الديون التي عليها فإنها يجب تسديدها من تركتها، الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها، وليس هناك وصية إلا بعد سداد الديون، لأن وفاء الدين مقدم على الوصية. وأما قضية أنها أوصت بوصايا ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة، هذا لا يجوز الوفاء به حتى ولو كان لها تركة، لأن هذا من البدع، وعمل العزاء وعمل الولائم بمناسبة العزاء من مال الميت هذا من البدع ولا يجوز فعله، ومال الميت انتقل منه إلى الورثة، وانتقل في حالة الديون التي عليه انتقل إلى الغرماء أيضا، انتقل إلى الغرماء، وإن بقي شيء فهو للورثة. وقد سمح لها الشارع بالوصية في حدود الثلث، في حدود الثلث وعلى الوجه المشروع. أما أن توصي بإقامة حفل عزاء وما أشبه ذلك من البدع فهذا لا يجوز الوفاء به، والوصية غير صحيحة في مثل هذا. وكذلك الوصية بأن يصلى عنها أو يصام عنها هذا أيضا لا ينفذ، لأن الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة إلا إذا كان عليها صيام نذر، إذا كان عليها صيام نذر فإنه يصام عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصيام النذر يصام عن الميت، يصوم عنه وليه. أما ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة لأنه عمل بدني. نعم. من يتولى سداد بقية الدين؟ وبخصوص الوصية والنظر في الدين وما أشبه ذلك يراجع القاضي. يراجع القاضي في مثل هذا، في إحصاء الديون وإثباتها، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح، وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع ميم ها ميم، مصري يعمل بمكة المكرمة. يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين. الأولى أنني حلفت بالطلاق لا أفعل شيئا ما بنفسي، ولأهمية ذلك العمل لي فلم أجد من يقوم به غيري فعملته. والحالة الثانية هي أنني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا فحصل شجار كرهت الجلوس بعده، فقلت: علي الطلاق بالثلاث، أنني لا أقعد معكم. وحاولت الخروج ولكن بعض الأصحاب ألحوا علي في البقاء معهم، وفعلا بقيت ولم أخرج. فماذا علي في هاتين الحالتين؟ وماذا يلزمني فعله لكي أحافظ على زوجتي؟ لا يجوز للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحا على لسانه دائما وعند أدنى سبب يتلفظ بالطلاق، لأن هذا تلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، والطلاق أمر خطير وبغيض إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق. أما أن يتخذ الطلاق محل اليمين ودائما يهذو به ويتكلم به فهذا لا يجوز. أما من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين، فهذا إن كان يريد تعليق الطلاق على شيء إذا حصل فإنه يقع عند حصول المعلق عليه. إذا كان أراد تعليق طلاق زوجته على حصول هذا الشيء وأنه إن دخل أو إن فعل كذا فزوجته طالق، فإنها تطلق عند حصول المعلق عليه. أما إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك، فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، ويكون فيه كفارة اليمين. فيكون عليك إذا كنت قصدت منع نفسك في
هذا الطلاق الذي وقع منك في الحالتين. نعم. إذا كان قصدك منع نفسك فقط ولم تريد تعليق الطلاق فإنه يجب عليك كفارة يمين لكل مرة. نعم. يعني يكون عليك كفارتان، كفارة للمرة الأولى وكفارة للمرة الثانية، بأن تطعم عن كل مرة 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء على حسب عادة البلد. نعم. أو تعتق رقبة إذا أمكن، هذا مخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم تقدر على واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام. الله أعلم. بارك الله فيكم. في حال الحكم بوقوع الطلاق منه، في قوله علي الطلاق بالثلاثة، كم يقع به، طلقة واحدة أو ثلاثة؟ الجمهور على أنه يقع 3 طلقات. نعم. وإن قالها بهذا اللفظ؟ وإن قالها بهذا اللفظ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة محمد سعود المطيري من قرية ثيلان، والأخ البدوي محي الدين محمد سوداني مقيم بخليص، والأخ عبد الملك عبد الرحمن من الصومال، والأخت منى عبد الحميد من الأردن الزرقاء، والأخ بدر الناصر المشرع من اليمن الشمالي مقيم بجدة، والأخ ميم ها ميم مصري يعمل بمكة المكرمة. أسئلة هؤلاء الإخوة عرضناها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.